العاجل اليوم بعد الظهر الأخ أمير ديزاد اسمه الحقيقي أمير بوخارس تعرض إلى محاولة اغتيال بالبيض. شاف لس 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 في الحقيقة هو كانت من أجل إجراءات حماية، لأنه وصلت معلومات تفيد أن المخابرات الجزائرية التي كانت بقوة كانت تستهدف أمير ديزاد بمكائد ربيع الموشية، فكانوا يحاولون اغتياله إلى أماكن مختلفة، وتدخلت الشرطة هنا والحمد لله أخذوا لي سيارة أجرة لأتنقل بها وأخلي المكان على الفور. وهذا ما لونسينمون جينيور تاع فرنسا. مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها، مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها، مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها، مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها. مش هاك دير هنا؟ هادو ما نحطهمش. شكون هذا؟ شفت مش عندي، عندي بزاف عليك. ها شكون هذاك اللي كان قاعدك؟ سيباستيان. سي دير كابتور سيهام قتلو. هاد الكابتور تعرفو اللي بعتهولك شكون؟ تاع رقم سعيد بوتفليقة 0770. كابتور هذا تعرفو؟ واش قالك في الكابتور هذا كي بعتهولك؟ لا كونفرساسيون عندي. قالك ما تقلقش، شوف شكون نعرف انا ولي من انا، شكون هو يعيط لي باسكو هذا اتصال من عند سعيد بوتفليقة اون بيرسون لهذا الشخص. ادي الكابتور هذا وحطه في باجتك وقول لهم شوفوا يا جورا واش راه يهدر عليا، وانا واجد نطلع معك في لايف نشرح لهم شكون هذا اللي اتصل بك. ما تقولناش شكون هذا، هذا ما تقولناش شكون، هذه ماشي انت. شكون هاد الشباب هذاك معاه؟ لك من الشعري بيت يلي مكش مربي، اول من لمسك ولعب لك بها يدعى حميدة، كان عنده قاعة العاب قبل دبوزة، يدعى حميدة كانت عنده صال دوجو، كان يخليك تلعب تيكن اريوغن اريوغن ويمسلك وانت في سن 10 و11 سنة. فهمت؟ اللي لعب لك بها الاول اسمه حميدة، واسمه حميدة، حميدة هو اللي لعب لك بها الاول، عنده صال دوجو كان يخليك تلعب تيكن تيكن اريوغن اريوغن، ومن بعدك يدخلك من الجهه اللي مليح قبل ان تتعرف على دبوس تخمرتي، مو المازدا باشي، عنده مازدا باشي ودبوس تخمرتي يخدم المال كباش ولا فارس. فهمت؟ قبل ان يدخلوك من يسمى دبوس تخمرتي في لاديبوش وتصبح جاريه في تخمرتي، هذا هو اول شخص طيحها فيك
ومن بعد دبوس استخمارتي، ومن بعد توصل لما يسمى غارسيا.